بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، التماسا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك، ننقل إليكم اجتماع هيئة الرؤية الشرعية، وذلك في مقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية. وكانت وزارة العدل قد أهابت بكل من يتمكن من رؤية هلال شهر رمضان في هذه الليلة أن يتقدم إلى هيئة الرؤية الشرعية للإدلاء بشهادته. وننتقل بكم إلى حيث اجتماع هيئة الرؤية الشرعية مع موفدنا ناصر الهجري. تفضل ناصر. نعم فاطمة، نعم أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. نحن الآن في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، حيث يعقد اجتماع هيئة الرؤية الشرعية التماسا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك. وبداية نترك المجال للمستشار يوسف المطاوعة، رئيس هيئة الرؤية الشرعية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، رئيس المحكمة الدستورية، للإعلان للسادة المشاهدين، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من هيئة الرؤية الشرعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية مساء اليوم الأحد 29 من شهر شعبان 1437 هجرية، الموافق 5 من شهر يونيو 2016، التماسا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك سنة 1437 هجرية. وقد ثبت شرعا رؤية الهلال هذه الليلة، فعليه يكون غدا الاثنين 6 من شهر يونيو 2016 هو أول شهر رمضان المبارك لسنة 1437 هجرية. وبهذه المناسبة المباركة، يسر هيئة الرؤية الشرعية أن تتقدم لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، ولجميع المواطنين والمقيمين كافة والأمتين العربية والإسلامية بأصدق آيات التهنئة وأطيب التمنيات بحلول هذا الشهر الكريم. وندعو المولى جلت قدرته أن يجعل هذا الشهر خيرا وبركة على الجميع، وأن يتقبل صيامهم وصالح أعمالهم، ويعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز بمزيد من التقدم والازدهار. المستشار يوسف جاسم المطاوعة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار إسحاق حسين ملك الكندري، وكيل محكمة التمييز، المستشار صالح رشيد الركدان، وكيل محكمة التمييز، وكل عام وأنتم بخير. نعم أعزائي المشاهدين، كما استمعنا من حضرة المستشار يوسف المطاوع رئيس هيئة الرؤية الشرعية، أن غدا الاثنين هو الأول من شهر رمضان، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والخير والبركات. ونحن بدورنا ننتهز هذه الفرصة لنرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، ولمقام سمو ولي العهد حفظه الله، وللحكومة الرشيدة، وللشعب الكويتي، وللمقيمين على هذه الأرض الطيبة. مشاهدينا الكرام، معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية له كلمة في هذه المناسبة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بهذه المناسبة المباركة يسرني أن أتقدم لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين
وسمو رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية وإلى جميع المواطنين والمقيمين كافة والأمتين العربية والإسلامية بأصدق آيات التهاني وأطيب التمنيات بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أعزائي المشاهدين، كل الشكر والتقدير لرئيس هيئة الرؤية الشرعية والأعضاء الكرام. وبهذا عزيزي المشاهد نكون قد نقلنا لك اجتماع هيئة الرؤية الشرعية، وثبت أن غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير. أما الآن فعودة إلى الزملاء في الاستوديو. نعم ناصر الهاجري، شكرا جزيلا لك، وكل عام والأمتين العربية والإسلامية بخير وسلام. والآن ننتقل بكم إلى قصر نايف، حيث إطلاق مدفعية إعلان حلول شهر رمضان المبارك. مدفع أول جاهز، ارمي مدفع ثاني جاهز، ارمي كل عام وأنتم بخير ومبارك عليكم الشهر. نشكر لكم حسن المتابعة، والآن إلى الأخبار، إلى اللقاء.